هذايا ويكاند على الكيف حتى الحداش متاع الصباح. أمال الأيامات اللي فاتوا والأيامات هذوما زادا قاعدين نحكيو على الطقس باش يتبدل باش يتبدل برشا، فما أمطار جاية إن شاء الله يا ربي إن شاء الله، الطقس باش يتقلب، فما ما فماش الحكاية باش نعرفوا إكزاكتومون أكثر في شنو الطقس معها اليوم والأيامات الجاية يعني الأسبوع القادم مع الخبير في المناخ الأستاذ عامر بحبة. صباح النور والأنوار أستاذة. صباح الخير أستاذة، مرحبا مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين على راديو ديوانا. ماذا بينا نعرفوا، خاطر تعرف انت لحديث الدور والفيسبوك عنده قسط مهم جدا في ترويج الاخبار خاصه الاخبار نتاع المناخ هذاك، علاش يقولك فما امطار جايه وفما الطقس باش يتقلب هالنهارين مالغري اللي نهار اليوم نهار الاحد يعني درجات الحراره باهيه ماهيش خايبه، الطقس يتسمى دافي وما فماش امطار تلت نهار كامل، واحنا حكينا على انه فما الطقس باش يتبدل، نحبوا نعرفوا اكثر شنو اللي موجود هالنهارين يعني في الطقس. هو الطقس تبدل منذ يومين، معناتها يوم امس وخاصه اليوم اللي قبله معناتها في الليل، وكانت نزلت كميات كبيره نتاع امطار في ولايه الكاف وجندوبه عليها في منطقه ود مليز تابع جندوبه مع تابع منطقه بحري غار دماء، كانت سجلت 88 ملم. تبارك الله ما شاء الله، كميه هامه، زاد حتى المناطق المجاوره معناتها في عند راهم نبزة في زاد في بعض السدود في منطقة عند في منطقة معناتها في ولاية جندوبة، زاد كيف في ولاية الكاف سقيت سيدي يوسف في واد ملاق، فما برشا كميات 40 و50 ملم وحتى أكثر، حتى 51 ملم في الفايجة، وقلنا وصلت 88 ملم في واد ملاق، بعض كميات هامة. وفما كميات اتجهت للسدود 8 مليون متر مكعب يوم خمس، في انتظار كميات اخرى اليوم يعني باش توصل للسدود، اهم خاطر كما تعرفوا المياه تاخذ شويه وقت تجري في الاوديه باش توصل للسدود، ويوم امس كنت نشرت حتى على صفحه المرسل عده صور وفيديوهات لجريان الاوديه الحمد لله في جندوبه والكيف. بقيت مناطق التونسيه سجلت كميات ولكن اقل تقريبا من واحد العشرة مليم متر، هذا منخفض الأول يعني متاع اليومين الماضيين. اليوم وغدوة معناتها ممكن بقايا أمطار في مناطق الشمال ومحلي الوسط، أمطار ضعيفة وضعيفة جدا مش حاجة كبيرة، ويعني نجم نقول الطقس باش يستقر نسبيا، تنجم تطلع الشمس في فترات من النهار في انتظار استقبال منخفضات أخرى. الفترة الرطبة مازالت باش تتواصل في تونس ان شاء الله حتى اخر فيبري، حتى الايام الاخيره من فيبري معناتها العشر ايام الجايين فيها منخفضات. منخفض اول نهار الثلاثاء والاربعه باش تكون ثم امطار بكميات طيبه شمال تونس، وباش تكون زاده ثم كميات محليا في عده مناطق وسط تونس وحتى في جنوب شرق تونس في جهه مدنين وشمال تطاوين وفي جابس وحتى في صفاقس في جهه الساحل في كروان زاده ممكن زاد القصرين خاصة شمال مثلا كروان شمال القصرين ممكن زاد شمال سيدي بوزيد ومناطق الشمال تقريبا الكل باش تكون فيها امطار هذه ثلاثة ولا الأربعة باش تكون كميات أهم خاصة على السواحل الشمالية معناتها خليج تونس في سواحل بن طرف في معناتها شمال غرب تونس. هذا منخفض ثاني، دونك قلنا منخفض أول تعدى، هذا منخفض ثاني، ثم منخفض ثالث آخر أسبوع إن شاء الله ممكن من نهار الجمعة في الليل ولا نهار السبت، وباش يتواصل في الحقيقة إلى معناتها عدة أيام، معناتها ممكن السبت أحد ممكن حتى بداية الأسبوع القادم باش تكون. المهم الويكاند هذا زاد فما منخفض ثالث وفما أمطار أخرى وربما باش تكون زاد بكمية طيبة وحتى هامة خاصة في شمال تونس، معناتها نجم نلخص ونقولوا إلى الفترة القادمة مازال فما منخفضات زوز أو ثلاثة منخفضات وفما أمطار أخرى وباش تكون أكثر في مناطق الشمال وحتى مناطق الوسط والجنوب زاد باش تكون فيها إن شاء الله كميات ولكن أقل إن شاء الله. إن شاء الله بشائر خير الحمد لله يا ربي، كيف نسمع الأمطار الجاية نستبشروا برشا 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 إن شاء الله يا ربي الغيث النافع على تونس الكل إن شاء الله. أستاذ عامر كان نعملوا مقارنة بالفصل الشتائي نتاع سنة 2023 2024 بالفصول الشتائية اللي تعداو الفارطة، يعني نجمو نقولوا الشتاء هذايا تسمى ممطر على العمناول والتعمناول. اي الحمد لله الشتاء هذايا معناتها كان مختلف الحمد لله معناتها مقارنة بالسنوات الماضية وخاصة بالسنة الماضية، السنة الماضية معناتها قعدنا معناتها الخريف تعدى جاف جدا جدا من أكثر أشهر خريف جفافا في تاريخ تونس الكل معناتها منذ بداية التسجيلات المناخية،
ثم جات جي منخفض في جانبي وحدها في تيبري، وكانوا يعني معناتها موجودين كان في أقصى الشمال، معناتها مناطق عند رام معناتها مش برشا، ولكن أغلب مناطق أخرى بعد كان فيها جفاف كبير. وقعدنا نستناو تقريبا حتى الماي وجوان، تتفكروا في كمية نتاع الأمطار الكبيرة اللي نزلت في تونس الكل في ماي وجوان. أي زادة أي في ماي وجوان وقتها ربي يرحمنا قبل الصيف، وفما برشا كميات نتاع مياه مشات للسدود. تقريبا وقتها ربحنا أكثر من 300 مليون متر مكعب، وكان مش الكمية كبيرة، أنا ممكن عشنا كارثة في الصيف اللي فات، ورغم الأمطار هكية والصيف تعدى صعيب كان من غير أمطار. قلت ولكن هذه السنة الحمد لله معناتها منذ آخر نوفمبر زاد الخريف تعدى صعيب، سبتمبر أكتوبر ونصف الأول من شهر نوفمبر كانت جافة جدا، زاد من أكثر مع أشهر الجفاف في تاريخ تونس. ولكن الحمد لله منذ نوفمبر آخر نوفمبر تواترت المنخفضات، فما منخفض في آخر نوفمبر عطانا برشا أمطار في شمال تونس، ثم منخفض نتاع ديسمبر عطانا أمطار في تونس الكل وخاصة في مناطق الوسط وحتى في الجنوب الشرقي، ثم كميات تجاوزت 250 ومعناتها 200 ملم وصلت حتى 250 ملم في سوسة المستير في المهدية في مدنين، حتى في شمال تونس فما برشا كميات طيبة. ثم زاد ثم منخفض في جانفي، ثم منخفض في بداية فيفري، وتوا في آخر فيفري قاعدين نعيشوا في نجم نقولوا سلسلة متاع منخفضات. منخفض أول في الحقيقة ما كانش عام ماذا اللي تعدى، كان يهم خاصة ولايات الشمال وخاصة مع جندوبة والكاف والأودية جارت كما قلنا، والسدود تحسن شوية مزيد باش تحسن إن شاء الله، وإن شاء الله المنخفضات القادمة ربما باش تهم مناطق أخرى مش فقط الشمال، حتى الوسط والجنوب إن شاء الله نهار الثلاثة والأربعة وآخر الأسبوع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. كان عندي سؤال على وضعية السدود اليوم، وهاك جاوبت قلت إنه الحمد لله السدود يعني متفائلين احنا خلينا نقولوا. وضعية نتاع السدود قاعدة تتحسن خاصة كون الأمطار اللي نزلت في كيف وفي جندوبة نزلت مع تقرب السدود وفي حوض مجردة هام جدا، في حوض مجردة وحوض حوض ملاق، يعني هذه الأحواض عليها عدة سدود، أو أكبرها سد سيدي سالم، معناتها اللي هو معناتها فما كمية نتاع مياه قاعدة تتجه معناتها إليه، وفما زاد حتى كميات زاد هام جدا جدا، ممكن المعلومه هذه خاطر برشا اللي عارفوهاش، اللي شمال شرق الجزائر زاد عارف كميات كبيره نتاع مياه على الحدود الجزائريه وحتى ليبيا، واد مجرده واد ملاق راهم ينبعوا من الجزائر، وفما حتى اوديه اخرى كما واد الصوفي الى اخره، هذه اوديه تنبع من الجزائر وتصب في تونس وتصب في معناتها واد ملاق ومعناتها سد سيدي سالم كما قلنا واد مجرده، ومعناتها ان شاء الله نترقب كميات اليوم نتاع السدود ان شاء الله، فما كميات طيبه باش تكون اكثر من امس، لانه كما قلت المياه تاخذ وقت باش توصل للسدود خاصه كون الامطار الليله قبل الماضيه ما تصبت في الليل، معناتها الوقت ما يكفيش باش توصل كل للسدود، اما ان شاء الله فما كميات وصلت للسدود صباح اليوم يوم امس، وان شاء الله حتى غدوه ومع الامطار القادمه ان شاء الله الوضعيه بتزيد تتحسن بشويه بشويه. هذا اللي نامل له استاذ عامر. اخر سؤال، كي يكون هكا في الشتاء يعني في فصل الشتاء والفصل الربيع نسجلوا العديد من المنخفضات، يعني كل يظهر لي 15 يوم فما منخفض وهكا، يعني نسجلوا في كميات كبيره من الامطار، الصيف ينجم يجينا صيف اخف من الصيف اللي تعدى عامنا، والخطر كان يعني درجات حراره عاليه جدا الصيف نتاع 2023، الصيف هذا النجم عندنا امل انه يكون اقل حراره من الصيف اللي تعدى؟ هو علميا ما فيش علاقه بين اللي يحدث في الشتاء واللي يحدث في الصيف، ساعات يقول لك الشتاء يجي سخون تو بعد الصيف يجي بارد ولا العكس، ما عندوش حتى علاقه. حاجه اخرى معناتها ما نجموش ناكدوا توقعات نتاع الاشهر القادمه او صعيب برشا هي توقعات نتاع ايام وساعات تكون فيها مش خطا وتتغير، ولكن نجم نجاوبك راهو معناتها عموما راهو تونس الطقس نتاعنا في الصيف راهو ديما سخون، موجات الحر وهي احدى الميزات نتاع الطقس التونسي والطقس نتاع المناخ المتوسطي، واللي زاد معناتها مش بعيد برشا على المناخ الصحراوي، تعرف معناتها جنوب تونس كله صحراوي، دونك موجات الحر معناتها ديما موجوده، مرتفع الاسور ومرتفع الافريقي موجودين ديما بحدي تونس في الصيف، وعموما ديما فما موجات حر وفما معناتها حراره، ولكن في بعض السنوات تنجم تكون هذا هو معناتها الهام، في بعض السنوات تنجم تجينا موجه حر فقط، ولكن في بعض السنوات الاخرى تنجم تجي زوز وثلاثه واربع موجات حر، وتنجم تكون حتى طويله كما صار عام ناول ثلاثه اسابيع عام ناول، وفما مرات اخرى تجي لما يعني زوز موجات حر ولكن كل واحده تقعد نهارين ثلاثه ومش 50 درجه و49 درجه، تجي مثلا 45 درجه 44 درجه وتقعد نهارين ثلاثه وتمشي على روحها، دونك هذا هو
اللي نجم يصير ربما معناتها تكون ثم اقل موجات حر، كما زاد ربما تكون ثم موجات حر قويه كما السنه الماضيه، ولو انه في تقرير معناتها للامم المتحده منذ اشهر قليله يقولوا اللي سنه 2024 باش تكون احر حتى من السنه معناتها الماضيه، وباش تكون فيها موجات حر، لاني نحكي بصفه عامه مش كان على تونس، على النصف الشمالي من الكره الارضيه وعلى اوروبا والمتوسط، وتونس هي احدى معناتها الدول اللي موجوده في المتوسط ومش بعيده على 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 اوروبا، دونك معناتها نتوقعوا كونه ديما باش تكون فما موجات حر، ان شاء الله ما تكونش طويله كما السنه الماضيه، ان شاء الله تكون بعض الايام وتمشي على روحها. بعض الايام هو الصيف موجود في السخانه حاجه عاديه جدا، لكن ان شاء الله كما قلت ما فماش الموجات طويله برشا، يعني نتاع ثلاثه جمعات وسجلنا يمكن قريب 15 يوم احنا في تونس العاصمه مثل ما طحناش على 42 درجه، حتى في الليل سخونه برشا والنفس مقطوع. شكر كبير لك استاذ عامر خبير في المناخ، اليوم حكيت معنا ووضحت لنا برشا حاجات، دونك الايامات القادمه فما منخفض لكن النهارين هذوما يتسمى بلوز موان باهي، وين ما تصب تنفع. شكر كبير لك ونهارك ان شاء الله اسعد. عندنا فكره هكا على الطقس. الحمد لله انا نسمع المطر باش تصب نتفرهد، لاني من الناس اللي تفرهد وقت اللي تبدا فما مطر. اكيد نفسانيا نتفرهد بالكداب الكداب، وقت اللي نسمع صيف سخون نتفجع، ربي يستر وكهو. ربي يستر وكهو. دونك ان شاء الله يا ربي غيث نافع للتوانسه ولتونس، وان شاء الله السدود تاخو حظها من الماء، لأنه عمناول عشنا وضع صعيب برشا في قصان الماء، وفما برشا ناس لحد الآن مازال تعاني من قصان الماء عام كامل مازال فما قصان الماء الموجود. دونك إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة، وهذا هو التغيرات المناخية، وهذا هو اللي قام به الإنسان للتغيرات المناخية، هنا نجنيه في الثمار متاعه للأسف الشديد. نستنيه حتى أكثر وأصعب منها كمان عوامل اللي تعديه. ربي يستر. ويكاند على كيف حتى 11 متاع الصباح، نخلي بلاصتي الموجز الأخبار.